السلام عليكم، هلو، أولا، بونجور، مرحبا لجميع زملائي وأصدقائي في جميع أنحاء العالم. أقف هنا في هذا المكان الرائع حيث سنستضيفكم جميعا لحضور المؤتمر التاسع للجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة سبا 2022 في الفترة من 23 ل 26 أكتوبر. وقت جدا رائع أن نعود معا للحياة الطبيعية هنا في أبوظبي. يسعدنا ويشرفنا استضافة الجميع من كافة أنحاء العالم معنا في هذا المؤتمر. في هذا المؤتمر سيشهد الحضور الكرام فرصا متزايدة للتواصل وبناء شبكات وحضور جلسات علمية متطورة واستمتاع بفعاليات اجتماعية وترفيهية، وسيكون هناك قاعة معارض حيوية فيها نشاطات، فيها جلسات، فيها ندوات إعلامية وورش عمل حصرية يقدمها خبراء بارزون من كافة أنحاء العالم مثل أستراليا، الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول. هذا المؤتمر يتميز بوجود متحدثين رئيسيين خبراء في مجال النشاط البدني. في الإمارات لا شيء مستحيل، لدينا جميع المقومات وقيادة رشيدة متميزة لعمل أي أمر يخطر على بالنا. تعزيز النشاط البدني هو أمر يهم الجميع، والاستثمار في الصحة هو أمر يهم العالم. اليوم لا حدود لما نستطيع عمله. نستطيع أن نكون نشطاء في أي مكان، نستطيع أن نكون متميزين بصحة وعافية إذا اتبعنا نمط حياة صحي نشط. الإمارات بالتحديد أبوظبي تطورت خلال السنوات الماضية من أعمال فنية وهندسة معمارية أذهلت العالم. أبوظبي تعتبر جوهرة في الشرق الأوسط. باختصار تعد عاصمة الإمارات العربية المتحدة الشاهقة الصاخبة، بوتقة تنصهر فيها الثقافة والتاريخ والتراث والطبيعة والشواطئ والرفاهية والحياة البرية والتسوق. شكراً للجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة والشركاء على ثقتهم بنا لاستضافة هذا المؤتمر، ونتطلع إلى مقابلتكم شخصياً جميعاً في مركز أبوظبي المعارض. مركز أبوظبي للصحة العامة يرحب بالجميع في المؤتمر الدولي للنشاط البدني والصحة، فأهلاً وسهلاً بكم.